المباراة واللي عدى عن يا رمار وش الغريب اللي سوته؟ فأول شيء حذفت كل الصور من حسبها بالإنستغرام وشالت صورتها بشكل مفاجئ، هذا خلى كل المتابعين طبعا هم يخافون ويسألون يا رشو اللي قاعد يصير. طلعت هي وضحت تنزلت هذا الستوري كاتبه بي: هاي كيفكم، بعرف خوفتكم كثير وصار تفكيركم يروح ويجي، بدي أحكي لكم أنا فعلا صار عندي ضغط كبير من هواي نواحي، وكانت هي ناوية تترك السوشيال ميديا بس لكن هي ما قدرت انه تضحي بينا، وطلبت متابعيها انه ما يقفون وياها لان هي كلش مضغوطة هذه الفترة، وان هي تحبنا هواية وما قدرت تتركنا، وان شاء الله حترجع مثل الاول، تتمنى متابعيها انه يقفون وياها ويدعوا لها. وبالستوري الثاني تقول لي اللي عم يتفلسف ويكتب كلام غبي: لا تفكركم ضغط من الدراسة والحياة الشخصية مو من غبائكم. واخر شيء خدمت انه راح تنزل مقطع اليوم الساعه 5 كان عباره عن مقلب حب وما اكثر. على كل الله يفرج عليها يا رب، ان شاء الله ما بيها الا خير والعافيه، ودعوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم باللي قاعد يصير. ننتقل حاليا العمليه مال نارين بيوتي الشيرين بيوتي يا حبايب. فبالنسبه لنارين نزلت هذا الستوري كانت كاتبه بي: هاي انا خايفه. بعد نارين نزلت هذا الستوري كاتبه: انا كمان راح اسوي عمليه، رغم انه ما وضحوا شنو هي العمليه، ولكن على كل الله ايش فيهم يا رب، ما بيها لهم الخير والعافيه، ودعوا لي يا حبايب بالكومنتات. روح حاليا بيسان اسماعيل يا حبايب تنزل شويه ستوريات قاعده تعلم من خلالها انه اغنيتها الجديده هي وانس الشايب راح تنزل لنا اليوم على قناه انس الشايب. طبعا الاغنيه مثل ما قلت لكم هي اعلان لعبه فري فاير بعنوان اشعل الظلام، راح احط لكم الستوريات شوفوها. اوكي حبايبي، الكل مستغرب من البوست اللي نشرناه انا وانس امبارح، بس طبعا انا عم نوه صوتي لانه انا عند نارين، نارين عامله عمليه جديد ونايمه، فالف سلامه يا رب عليها. المهم جايز، البوست الأخير يعني غنية جديدة، الغنية حتكون نار بتجنن إن شاء الله، حتنزل قريبا جدا اللي هو بكرة، يعني بكرة حتنزل الغنية على قناة أناس إن شاء الله كتير حتعجبكم. وبس اتفاعلوا مع آخر بوست وهلأ حنزلكم. ننتقل حاليا نور ستار وسفرها بعد ما كانت بالعراق راحت حاليا لفرنسا يا حبايب، نزلت هذه الصورة من قريب برج ايفل، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم بالاشياء الخرافية اللي راح تسويها هناك. ننتقل حاليا لغيث مروان ويا قمر الطاي والمقلب اللي سوا بيها، فقمر نزلت هذا الستوري كانت معصبة بيها لانه غيث مروان سوى بيها مقلب ناري، لحزلنا اليوم يا حبايب وقلنا صارت تبكي، وبنفس الوقت هواية اشياء صارت راح احط لكم الستوري شوفوا. جايز طبعا اليوم غيث عمل فيني مقلب، يعني اقوى مقلب يعني حتشوفوه صار بيه، فكونوا جاهزين. ايمت حينزل؟ بكره. حرفيا المقلب يعني قلبي راح، صرت ابكي. شو صار كمان؟ وفي واحد انكسر كتفه. يا حرام. فراح ارد لك اياها، تمام؟ ما راح اخلي لك اياها هيك. كون جاهزين على قناة غيث باشر، فشي يعني شي خرافي. وبالختام يا حبايب عن باريس جادة وتنزيل هذا الستوري، ادعي لي من خلاله انه هو كلش مريض، فالله يشفيه يا رب بالخير والعافية، واكتب لي بالكومنتات ودعوا لي يا حبايب. وبوصل يا حبايب نصات المقطع، فتروا طب لايكات، شاركوا فيز زي ما قدمت القصص. احبكم وبس، مع السلامة.